ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا، انا واثقه ومتاكده انها هتعجبكم جدا. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. احنا عايزين واحده عندها 15 سنه بس اللي يشوفها يقول عنديها 20. اكيد فهمتي قصدي. ابتسمت وقالت: فهمت يا باشا، وطلبك عندي بامر الله. اهم من كل ده البنت تكون حلوة، يعني جمالها يكون نادر جدا. من ناحية الجمال ده هتاخد ملكة جمال العالم، بس للأسف مش متعلمة. مش مهم، المهم تجهزي البيت عشان هناخدها بكرة. لا مؤاخذة يا باشا، في سؤال شاغل بالي، أصل بعيد عنك أنا فضولية شوية. اخلصي، انتوا عايزين البنت في ايه؟ أقصد يعني ليه عايزين الصفات دي؟ انتوا ناويين تتاجروا فيها ولا ايه؟ انت ليكي تاخدي من وراها مبلغ حلو، انما الأسئلة دي يا ريت ما تتدخليش فيها. حاضر يا باشا حاضر، على العموم البنت هتكون جاهزة بكرة ان شاء الله، بس يا ريت ما تنساش القرشين. فتح الباب وركب عربيته وقال: اعتبري الفلوس عنديكي. شغل عربيته ومشي، وهي بصت على اثر العربية بخبس وقالت: اخيرا طلع من البيت دي فايدة، ده انا كنت فاقدة الامل فيها خالص. رجعت البيت وخبطت على الباب وقالت: افتح الباب يا منار. منار حطت كيس الشيبسي تحت السرير ومسحت بقها وراحت فتحت الباب وقالت: حمد لله على السلامة يا خالة. جرب يا بنتك ده. منار بلعت رقها بالعافية وكوثر مسكتها من ايديها وشدتها ناحيتها علشان تشم بقها وتقول: جبت الشيبسي ده منين؟ أنا كنت جعانة ورحت أجيب حاجة كلها من التلاجة، لقيتها مكفولة بالقفل، عشان نكده أخدت الخمسة جنيه اللي كانت محطوطة تحت المخدة. حقك عليا يا خالة، بوعدك إني مش هعمل كده تاني. كوثر ابتسمت وقالت: أنت مزعلة نفسك ليه؟ دي 5 جنيه مش فلوس يعني. منار اتفاجئت من كلامها لانها كانت بتحسبها على الجنيه، لانها كلبت فلوس. هتفضلي بصلك دي كتير، روحي اعملي لي حاجه اشربها. منار راحت المطبخ وكوثر قعدت على الكرسي وقالت: واني اللي دايما بلعن اليوم اللي المرحوم جابك فيه، بس الظاهر انه هيكون يوم تغيير حياتي بالكامل. كوثر بدات تفتكر اللي حصل من 14 سنه. فلاش باك، الباب كان بيخبط جامد والجو كان بيمطر، علشان كوثر تقول وهي رايحه ناحيه الباب: طيب طيب. كوثر فتحت الباب وقالت بخضة: مين ده يا اخوي؟ جابر دخل وقال: مش وقت اسئلتك يا كوثر، المهم تاخدي البت دلوقتي وتحطيها على السرير، البت سجعانة قوي. مش هاخد حاجة الا لما اعرف مين دي وجبتها منين. اوعك تكون سرقتها من اهلها يا جابر، ده احنا نروح في 60 داهية. بقولك خدي البت. كوثر اترعبت في الوقت ده علشان تاخد منه البنت وتدخل الاوضة. وبعد مدة من الوقت كوثر طلعت بعد ما حطت البنت على السرير وغطتها بحاجة علشان تروح عند جابر وتقول: ممكن اعرف مين دي وايه اللي جابها عندنا؟ جابر قعد على الكرسي وخد نفس عميق وقال: دي بنت لقيتها على الطريق محطوطة في لفة زي ما انت شايفة كده، والحسن حظها الطريق كان مسدود من قدام، اصل كان في حادثة والشرطة وقفت الطريق، وبالصدفة كنت معدي لقيت البنت، وهنعمل بها ان شاء الله. اهدي يا كوثر، وبعدين احنا محرومين من الخلفة من ساعة ما اتجوزنا، مش يمكن ربنا بعتني في الوقت ده عشان اخد الطفلة واربيها وتكون بنتي؟ ومش يمكن تكون بنت حرام؟ اصل مش معقول حد يحط بنته على طريقك ده، اكيد دي بنت حرام. مش مهم تكون ايه، المهم البنت دي من النهاردة هتكون بنتي، ومش كده وبس، انا هسميها منار، يعني هتكون منار جابر الوردي. باك اتكلمت كوثر وقالت: وبعد سنتين جابر مات وساب لي طفلة عندها 3 سنين، كنت دايما بحاول اخلص منيها بس قلبي ما كانش مطوعني، اكنه كان عايز يقول لي وقتها ان رزق البت دي جاي بعدين، وفعلا جه بس جاي متاخر. يلا مش مهم، الاهم انه جه. منار طلعت من المطبخ في الوقت ده وقالت: عملت لي القهوه وما عملتيش لنفسك ليه؟ منار ضمت حواجبها باستغراب لان كوثر ولا مره عملتها بالحنيه دي، فهي دايما تضرب منار وتزل فيها. انت كويسه يا خاله؟ اه يا نوره كويسه. روحي يا حبيبتي اعملي لك حاجه تشربيها. منار هزت راسها بنعم ودخلت المطبخ تاني وهي مستغربه كوثر جدا. كوثر ربعت رجليها وقالت: وبعد ما مات جابر البت كانت بتقول لي يا ماما، وانا بصراحه ما قدرتش استحمل كده، خصوصا ان وشها طلع وحش عليا قوي، وقتها خسرت جوزي وخسرت حته الارض اللي كانت حيلتي. اول ما بدات تفهم الحياه قلت لها انك بنت ملجا، وعمك جابر الله يرحمه اتبناكي، عشان كده ما تقوليليش يا ماما خالص. وفعلا بدأت تغير الكلمة وتقول: يا خالة لو كنت أعرف إن هيجي من وراها دهبك ده كنت قلت لها تقول اللي هي عايزاه،
بس يلا حصل خير. وفي نفس الوقت زي ما طلبت يا آسر بيه، البنت عنديها 15 سنة وتنفع ملكة جمال. اتكلم آسر ببرود وقال: ويا ترى بقى شفت البنت المرة دي ولا بتكدب عليا؟ حم، الحقيقة أنا ما شفتهاش، بس الست أكدت لي أنها تستحق ملكة جمال العالم زي الأخيرة. بص لتحت وآسر قام وقال: على عموم بكرة مش بعيد وهشوف بعيني إذا كانت تستحق ملكة جمال ولا لأ، تقدر تروح أنت. وبالفعل الراجل خرج علشان تدخل واحدة في منتصف العشرينات وتقول: أنت ناوي تتجوز عليا يا آسر؟ آسر ابتسم بكل برود وقال: وإيه المشكلة يا حنان؟ وبعدين ما حضرتك مش عارفة تجيبي لي حتة عيل، ممكن تقولي لي أنا إيه ذنبي أكمل مع واحدة ما بتخلفش؟ الدموع اتجمعت في عيون حنان اللي قالت بتمثيل الحزن: بس دي إرادة ربنا يا آسر. آسر قرب منها وقال: اوعاكي تفتكري اني اتجوزتك عشان سواد عيونك، انت عارفة كويس ان اتجوزتك عشان ايه، وهفضل اتجوز لحد ما اجيب طفلي ورثني. حنان اتكلمت وقالت: آسر بس انا بحبك واني مش هطلقك يا حبيبتي، بس لازم تتقبلي وجود ضرتك لان دي في مصلحتك، اكيد فاهمة كلامي كويس. حنان هزت راسها بقلة حيلة وآسر قال: روحي جهزي لي الحمام، عايز اخد دش عشان عندي سهرة بالليل. حنان طلعت من الأوضة بكل حزن. أما آسر قعد على الكرسي وقال: مفكراني بحبها، مش آسر المنشاوي اللي يحب واحدة متباعة بفلوس، بس للأسف طلعت فلوس مضروبة، بإذن الله الجاية هتنفذ لي كل رغباتي. هتجوز؟ آه تتجوزي، ومالك زعلانة كده ليه؟ المفروض تكوني فرحانة إنك هتتخلصي من الفجر اللي انت عايشة فيه ده. ومين الشخص ده؟ هأكسو تشافني فين وأنا ما بطلعش غير في الشهر مرة؟ مش مهم شافك فين، المهم انك هتتجوزي من واحد غني قوي. عارفة يعني ايه غنية وش الفجر؟ يعني هيجيب لك هدوم جديدة وهتاكلي احسن وقت، وهيبقى عندك قصر زي اللي بيطلع في التلفزيون. منار بدأت تقتنع بكلام كوثر اللي قالت في نفسها: يا ترى عايزين البنت في ايه؟ انا مقدرش اقولها غير انهم عايزينها للجواز. منار قامت وراحت اوضتها وبدأت تتخيل اللي هيحصل معاها بعد ما تتجوز الشخص اللي قالت عليه الخالة كوثر. وفي صباح يوم جديد زي ما بقول لك ياما، رايح النهارده يكتب عليها ويجيبها معاه. اهدي يا بنتي، وبعدين ما يتجوز، انت مزعله نفسك ليه؟ ما يتجوز للدرجه دي؟ انا مش فارقه معاكي. آسر عنيد: هو انت عارفه كده كويس وهيعمل اللي في دماغه غصب عن الكل، دورك انت بقى فين؟ فين انك تخلي البنت تطفش، يعني تخليها تكره العيشه وتهرب، ودي هعملها ازاي؟ انت وشطارتك بقى وحسك عينك، البنت تحمل لان لو حملت هتبقي في الماضي، بس الماضي السيء، الماضي اللي بيرجع ليه ما بيرجعش للواقع تاني. بإذن الله هعمل المستحيل عشان يخلي البنت دي تمشي من هنا، ومش هسمح لأسر يجرب منها أبدا. انت كده بنتي حبيبتي؟ أيوة، مش أنا اللي أسيب الأملاك دي كلها الواحدة جاية من الشارع، أنا مرته الأولى ومن حق أخد كل أملاك، وعشان ده يحصل يا حبيبتي ما ينفعش البنت دي تحمل واصل إن شاء الله. وعلى الجهة التانية الباب خبط جامد علشان كوثر تروح تفتح الباب بفزع، لكن لما شافت الواقف عند الباب ابتسمت وقالت: اتفضل يا باشا، انا مش جاي اقعد، انا جاي اديك الفستان ده تلبسيه للبت بالليل، مش عايزين البه يلاقيها بهدوم وحشة اصله بيجرف جوي. كوثر خدت منه الفستان وقالت بخبث: ايه مفيش حاجة تانية؟ بالليل ان شاء الله، عن اذنك. اذنك معاك يا باشا. كوثر قفلت الباب وطلعت الفستان من الكيس وانصدمت لما شافته. الله، الفستان حلو قوي، ده أكيد غالي قوي، بس يا ترى واخدين البيت دي على فين؟ هو مين البيه ده اللي الباشا جال عليه؟ منار طلعت من المطبخ وقالت: مفيش سكر جوا يا خالة. تعالي يا منار، تعالي يا حبيبتي شوفي الفستان اللي جالك. منار راحت عندها وكوثر حطت الفستان على هدومها وقالت: شايفة جمال الفستان؟ منار ابتسمت وكانت رايحة تحط ايديها على الفستان، لكن كوثر منعتها لما قالت: ايدك اللي توسخ الفستان، وبعدين روحي خدي دش وغيري هدومك عشان نروح للبت وفاء. بس انت عامله شعرك من يومين، هتروحي لها تاني ليه؟ كوثر حطت ايديها على كتف منار وقالت: لا يا حبيبتي مش ليا، احنا رايحين عشانك، عشان اعمل لك شعرك واخليها تظبطك. منار فرحت قوي وكوثر قالت في نفسها: مش مشكله اصرف عليها دلوقتي طالما هقبض من وراها مبلغ كبير قوي. وبالليل منار لبست الفستان بمساعدة كوثر اللي قالت: شعرك وهو مفروض أحلى. منار بصت ناحية المراية وكانت فرحانة قوي بالفستان لأنها ولا مرة لبست حاجة جديدة، فهي على طول بتلبس لبس قديم، لبس ملبوس قبل كده. كوثر بصت على منار وقالت في نفسها:
صحيح ما شفتش منك غير وجع القلب، بس هتوحشيني قوي. منار بصت لكوثر وابتسمت، اما كوثر هزت راسها وقالت شبه اميرات ديزني بالظبط. ايه مش عارفاهم؟ روبانزل. ايوه عارفاهم، بس ما عرفش انهم اميرات ديزني. هتعرفي منين وانت لا بتعرفي تجري ولا تكتبي؟ على العموم اقعدي على السرير عشان البسك الصندل. منار قعدت على طرف السرير، وكوثر طلعت الصندل من تحت السرير ومسحته بالشال بتاعها وقالت الصندل ده اخدته من واحده غنيه قوي، وكنت حابه البسه النهارده، بس يلا ما يغلاش عليكي. كوثر لبسته المنار اللي كانت فرحانه قوي، ما كانتش تعرف انها داخله على جحيم كبير. وفجاه الباب خبط علشان كوثر تقول خليكي هنا اوعاكي تطلعي. منار هزت راسها بنعم، وكوثر طلعت من الاوضه وراحت فتحت الباب ولقت الباشا لوحده علشان تقول البنت جاهزه، بس فين البيه اللي قلت عليه؟ اتكلم آسر وقال تمام هكلمك بعدين. الباشا بص ناحيه آسر اللي كان بيتكلم في التليفون علشان كوثر تبص هي كمان وتشوف آسر اللي كان شيك جدا في لبسه اللي بيدل على انه غني جدا. كوثر بلعت رقها بالعافيه وقالت بسم الله ما شاء الله، هو ده البيه بتاعك؟ ده طلع حلو قوي. آسر راح عندهم وقال واجفك ده ليه؟ شاور على كوثر وقال دي الست اللي قلتلك عليها اسمها كوثر. اتكلم آسر وقال البنت فين؟ طب اتفضلوا، طيب عيب جوي تفضلوا واقفينك ده. وبالفعل آسر دخل هو والشاب اللي معاه، اما كوثر بصت حواليها وقالت معقول ما جابوش الفلوس؟ مش يمكن ناويين يدوني عربية من دول؟ دي تبقى ليلة الجدر اتفتحت لك يا كوثر. وفجأة المأذون وصل علشان كوثر ترحب بيه وتقول اتفضل. المأذون دخل وكوثر قالت بس الباشا ما جليش انه ناوي يتجوزها، والله الدنيا ضحكت لك يا مكسوفة الرقبة. اتكلم آسر وقال قول لها تجيب البنت، عايزين نخلص، انا مش فاضي. كوثر سمعته وهو بيتكلم علشان تقول طب اشربوا حاجة الاول، انا على فكرة كريمة. آسر اتعصب من كلامها الزايد عن حده، فهو بيكره الشخص اللي بيتكلم على طول عشان الباشا يقوم على طول ويروح عند كوثر ويقول اسمعي الكلام، روحي هات البنت عايزين نمشوا. كوثر بنفس الهمس احنا اتفقنا انك تاخد البنت وناخد الفلوس، بس الظاهر انك ضحكت عليا، وده مش عدل ربنا، عشانك ده مش هطلع البنت الا لما تكون الفلوس معايا. الباشا جز على اسنانه وقال الفلوس في شنطة العربية، روحي هات البنت على ما اجيبها لك. اكده عين العجل يا باشا، سلم واستلم. كوثر راحت الأوضة اللي فيها منار، أما الباشا بص على أثرها وقال في نفسه تبقى كارثة لو البنت تطلع طماعة، مش كفاية حنان. وبعد شوية كوثر طلعت بمنار اللي كانت جميلة قوي، وزي ما قالت كوثر تستحق ملكة جمال العالم. كوثر وقفت ومنار وقفت جنبها علشان آسر يرفع عينيه ويشوف منار اللي أذهلت عيونه حرفيا. الباشا دخل في الوقت ده، وأول ما شاف منار اتكلم وقال بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ايه رأيك يا بيه؟ آسر رغم انها عجبته قوي لكنه رد عادي وقال شغالة. كوثر راحت خدت من الباشا الشنطة علشان منار تقول فيها ايه دي؟ ما تركزيش معايا، ركزي مع اللي قاعد هناك ده، هو اللي هيبقى جوزك. منار بصت ليه ووشها احمر من الخجل، اما آسر بدأ يتكلم مع المأذون، اما كوثر اتكلمت في نفسها وقالت امتى يمشوا بقى، عايز اعد الفلوس. وبعد شوية اتكلمت كوثر وقالت اوعاكي تنسيني يا منار. منار ابتسمت وقالت هجيلك على طول يا خالة. آسر استغرب قوي لما منار قالت لها يا خالة، لانه كان متوقع انها تكون امها لكنه ما حطش في دماغه قوي، واتكلم وقال هات البنت وتعالى ورايا. يلا يا منار روحي ورا جوزك يا حبيبتي، وانا بوادك اني هاجي ازورك دايما. منار هزت راسها ومشيت ورا آسر، اما الباشا فقال دول 2,000,000 جنيه بالتمام والكمال، عايزك تنسي منار دي خالص، انت فاهمه ولا لا؟ كوثر هزت راسها وقالت فاهمه يا باشا فاهمه. الباشا طلع وكوثر راحت قفلت الباب وقعدت على الارض وفتحت الشنطه، وخدت وقت طويل وهي بتبص على الفلوس اللي زغللوا عينيها. يا نهاري انا مش مصدقه نفسي، معقول انا معايا الفلوس دي كلها؟ واخيرا يا كوثر هتبقي غنيه. وبعد شويه آسر دخل القصر، ومنار كانت داخله وراه وهي مرعوبه من آسر حرفيا، خصوصا ان ملامحه حاده جدا، لكن ده ما يمنعش انه وسيم للغايه. حنان وقفت قدام آسر وبصت لمنار وقالت الف مبروك يا درتي. منار ما فهمتش يعني ايه درتي، علشان حنان تمسك في دراع آسر اللي كان ثابت تماما. انا مراته الاولى وانت مراته الثانيه، يعني الاولى ليها معزه دايما عند الراجل عن الثانيه والثالثه والرابعه. منار وقتها انصدمت، اما آسر بص لحنان اللي خافت من نظراته قوي
علشان تسيب دراعه على طول. هو اتكلمت وقالت على العموم ألف مبروك يا حبيبي. آسر مسك إيد منار اللي اتنفضت من الخوف. آسر خد منار وطلع على الجناح الخاص بيهم علشان حنان تقول معجول واخدها الجناح اللي منع الكل عني ده منعني أنا شخصيا. اتكلمت حنان وقالت البنت حلوة جوي يا حنان ولازم تاخدي حذرك منيها، دي شكلها غلبانة وما تعرفش حاجة، والنقطة دي هتكون في صالحك، أهم حاجة آسر ما يجربش منيها. آسر فتح الباب ودخل الأوضة علشان يسيب إيد منار اللي اتوجعت قوي أثر قبضته. آسر حاول يتفادى ملامحها اللي وقع ليها أسير من النظرة الأولى لكن ما كانش قادر. منار بصت لآسر بخوف وقالت هو حضرتك متجوز غيري؟ آسر ضغط على أسنانه وقال أولا ما اسمعش حضرتك، ثانيا أنا ما بحبش حد يسألني في حاجة، وادخلي غيري هدومك. بس أنا مرتاحة كده. أنت شكلك عنيدة وما بتسمعيش الكلام، وأنا ما بحبش الوحدة اللي كده زي الشطرة كده تدخلي تغيري هدومك. منار سمعت الكلام ودخلت الحمام وقفلت الباب عليها. أما آسر راح قعد على الكرسي وبص ناحية الحمام وكان منتظرها تطلع. وبعد شوية منار اتأخرت قوي في الحمام علشان آسر يقوم ويقف ورا الباب ويقول ما بين أسنانه انت هتفضلي جوه كتير. آسر خبط على الباب وقال ما تردي، ساكتة ليه؟ آسر قلق عليها قوي علشان يزق الباب بكل قوته لحد ما الباب اتفتح معاه. آسر أول ما شافها مرمية على الأرض وفقد الوعي جري عليها زي المجنون وشالها من على الأرض وحطها على السرير وقال لو طلبت دكتور دلوقتي حنان هتشك. آسر راح جاب إزازة برفان من عنده وقرب طرفها من أنف منار اللي بدأت تفوق. آسر حط البرفان مكانه ورجع عندها وقال بجمود رغم الخوف اللي كان جواه أنت كويسة؟ منار حطت إيديها على رأسها وقالت بدموع ممكن تبعد شوية؟ أصلا بصراحة خايفة منك جوي. آسر خد باله أنه كان قاسي جدا في التعامل معاها علشان ياخد خطوتين لورا ويقول مرتاحة كده؟ منار هزت رأسها وآسر خد نفس عميق وقال على عموما هسيبك النهاردة بس بلاش تعودي على كده، وصحيح لو حنان سألتك على حاجة ممنوع تقوليلها على اللي حصل. منار هزت رأسها وآسر راح قاعد على الكنبة وحط إيده ورا راسه وبص على منار اللي غطت وشها على طول علشان يضحك على عملتها، ونادرا جدا لو آسر ضحك. آسر في نفسه اهدى على البت شوية وبعدين دي لسه صغيرة، وبعدين انت عايز تعمل كده عشان مين؟ عشان حنان ولا عشان مين؟ عشان حنان خدعتك كتير، بس البت دي ملهاش ذنب، مش معنى انك عايز طفل تبقى تعمل اللي على كيفك من غير ما تشوف موقفها. آسر خد نفس عميق وقال انا مستعد اسيبها على راحتها لحد ما تتعود عليا، بس الاهم من ده كله ما تقولش حاجة لحنان لانها لو عرفت هتفرح جوي، وانا مش عايز احجج لها امانيها. وفي صباح يوم جديد منار قامت من النوم بدري جدا، فهي متعودة تقوم بدري من وهي صغيرة. منار لقيت آسر نايم علشان تبص عليه بذهول لأن كان وسيم جدا. منار قربت منه وحطت إيديها على شعره وقالت بابتسامة شعرك حلو جوي. آسر مسك إيديها وفتح عين واحدة وقال بس صدقيني مش أجمل منك. منار سحبت إيديها على طول وآسر قام وقال أولا صباح الخير، بس إيه مجومك بدري كده؟ أصلاني بصراحة متعودة جم بدري من وانا صغيرة. صحيح ايه موضوع الخالة ده؟ هأقصد فين أهلك؟ منار هزت رأسها وقالت بحزن أنا بنت ملجأ يا بيه. آسر زعل علشانها قوي علشان يقول ممكن تقولي لي آسر بلاش الألقاب اللي انت بتقوليها دي. منار هزت رأسها بنعم وآسر قال انت عارفة ان الخالة دي جبضت من وراكي؟ منار اتفاجئت من كلام آسر علشان تقول جبضت من ورايا؟ قصدك ايه يا بيه؟ أقصد يا آسر الظاهر انك ما تعرفيش موضوع الفلوس. منار ما كانتش فاهمة آسر بيقول ايه علشان آسر يقول على عموم ما تشغليش بالك باللي قلته. منار بدأت تفكر في الكلام اللي قاله آسر. اما حنان صحيت من النوم وبصت على جناح آسر وبالتحديد قطه علشان تلاقيها مقفولة علشان تقول بغيظ معقول اللي في بالي حصل؟ يا رب لا، البيت دي ما ينفعش تحمل لان لو حملت هتاخد الورث كله. حنان فكرت في حيلة علشان تقدر تعرف ايه اللي حصل. وبعد شوية آسر طلع من الحمام وكان لابس بنطلون بس علشان منار تبص عليه وتتكسف قوي أول ما تشوفه كده، وفجأة الباب خبط. آسر رمى الفوطة على الأرض وشاور لمنار تقعد مكانها عشان يروح يفتح الباب ويقول خير يا حنان. حنان أول ما شافت آسر كده قالت أنت كنت بتعمل إيه؟ نعم. حنان ابتسمت وقالت اهدى يا آسر وبعدين صباحية مباركة. الله يبارك فيكي، فين ضريتي؟ عايزة بارك لها. حنان كانت داخلة لكن آسر منعها لما حط دراعه عند الباب وقال معلش يا حنان
مرتي فاضية ما يسمحش تشوفيها خالص. حنان قبضت على ايديها وقالت على عموم خد الصينية دي عليها فطر وابقى وصل سلامي لضرتي. آسر هز راسه ببرود وحنان خدت بعضها ومشيت. أما آسر قفل الباب برجله وحط الصينية على الترابيزة وبص المنار وقال تعالي افطري. منار بصت له ببراءة علشان آسر يقول مالك خايفك ده ليه؟ أنا مش عاوة على فكرة، تعالي يا منار. منار راحت عنده وآسر طلب منها تقعد جنبه علشان منار تقعد فعلا. آسر بدأ يأكلها علشان منار تتكلم بحرج وتقول أنا عندي إيد على فكرة. ماشي يا ست البنات اللي تشوفيه. منار بصت لآسر وبدأت تغير فكرتها عنه خالص. حنان دخلت أوضتها ورنت على والدتها وقالت اللي خايفة منه حصل يما. ما تهدي يا حنان، وبعدين البت مش هتحمل على طول كده، ولو حملت نموتوها. حنان ابتسمت بشر وقالت زي ما خلصنا من أم آسر. صح شش وطي صوتك يا هبلة، قال حد يسمعك ونروح في داهية. لا ما تجلجيش، البيه بتاعي مشغول مع ست الحسن، طالما انت شايفة ان البت دي هتكون عائق لينا يبقى نخلصه منيها. ايه رأيك نعمل كده اليومين دول؟ ما انا مش هستحمل اهتمام آسر بيها اكتر من كده. شوفي البت هتطلع مين ورن عليا بعد رزق ينفذ. حنان ابتسمت بخبث وقالت ماشي يا ست الكل، انا لازم اقفل دلوقتي، عايزة حاجة؟ عايزة اسمع كل خير بإذن الله. منار وآسر فطروا ومنار قالت هو انت عايش بعيد عن اهلك؟ آسر بص لتحت وقال ابويا راح وانا صغير وامي راحت من شهور الله يرحمهم. آسر هز راسه بهدوء ومنار قعدت جنبه وقالت اقول لك على حاجة يا بيه، اقصد يا آسر اللي يشوفك امبارح ما يشوفكش دلوقتي. ازاي؟ اقصد طلعت طيب زينا، كنت فاكرك شخص مغرور وجاسي، بس الحمد لله ما طلعتش كده. انا فعلا كده، بس مع الناس اللي كده يا منار، وعايزك تتوكدي طول ما انت طيبة كده مش عاملك بجسوة خالص. ابتسمت منار وآسر قال انت كده في سنة تالتة صح؟ منار هزت راسها وقالت بصراحة انا ما تعلمتش خالص. آسر اتفاجئ من كلامها لكنه التزم الصمت علشان منار تقول صحيح ما بعرفش اقرا ولا اكتب، بس اعرف اطبخ واكنس كويس. لا يا منار، مش مرات آسر اللي تكنس وتطبخ، على فكرة انت هتتعلمي. هتعلم؟ بس ازاي؟ انت عايز ندخل سنة اولى وانا في السن ده؟ هجيب لك واحدة تعلمك ازاي تكتبي وتجري. منار فرحت قوي وآسر مسك ايديها وقال بس عندي طلب، ممكن تبطلي تخافي مني؟ لا خلاص ما عدتش خايفة منيك واصل. آسر بس ايديها ومنار خافت في الوقت ده علشان آسر يقول شفت رجعتي تخافي ازاي؟ معلش بس. آسر حط ايده على بقها وقال خلاص فهمتك، على عموم دخولي غيري هدومك علشان ننزل تحت. منار هزت راسها وآسر قام وطلع تيشيرت من الدولاب ولبسه ونزل تحت، واتكلمت حنان وقالت له كل ده عشان تنزل؟ آسر راح قعد في الصالون وحنان راحت وراه وقالت أمال ضرتي فين؟ انت خايف الشمس تشوفها ولا ايه؟ خايف عليها من الشمس، ونهنه مش بتكلم عن الشمس. حنان فهمت كلامه علشان تربع ايديها وتقول وطالما خايف عليها مني جوك ده مش عايز تطلقني ليه؟ ممكن اعرف السبب؟ مزاجي. حنان قعدت جنبه وقالت بحب مزاجك ده جوي وانت رايق، ايه رأيك نكمل كلامنا فوق؟ آسر فتح تليفونه ومردش على حنان، وفجأة منار دخلت علشان حنان تقوم وتاخدها بالحضن وتقول الصباحية مباركة يا درتي. آسر ساب التليفون من ايده وبص عليهم بكل هدوء. منار بصت لآسر، اما حنان قالت بكل جراءة عيونك ورمة كده ليه؟ انت ما نمتيش طول الليل ولا ايه؟ آسر قام وقف جنب منار وحط ايده على وسطها وقال اصلها نمت 6 الصبح ما لحقتش تنام للاسف. كان الله في العون. الخدامة جت وقالت القهوة يا بيه. رد عليها آسر وقال حطيها على الترابيزة وشوفي منارتي عايزة ايه وشوفي حنان عايزة ايه برضو، اوامرك. وبعد مرور اسبوع العلاقة بدأت تتحسن تماما بين آسر ومنار اللي بدأت تتعود على آسر، اما حنان كانت منتظرة طلوع منار لوحدها علشان تقدر تخلص منها. واتكلم آسر وقال اتفضلي. المدرسة رحاب دخلت وقالت فين البنت؟ آسر ضغط على اسنانه وقال اسمها الهانم منار. رحاب هزت راسها وقالت لا مؤاخذة يا بيه، بس كنت فاكرها عيلة صغيرة. روحي نادي على منار. حاضر يا بيه. وبعد شوية منار نزلت واتفاجئت لما شافت واحدة قاعدة مع آسر، كانت حاسة بزعل جواها لكنها تجاهلت الشعور ده وراحت عندهم. واتكلم آسر وقال تعالي يا منار. منار راحت قعدت جنب آسر اللي قال دي الأستاذة رحاب اللي هتعلمك ازاي تعرفي تجري وتكتبي. اتكلمت رحاب وقالت عاملة ايه يا منار؟ الحمد لله بخير، حضرتك عاملة ايه؟ رحاب ضحكت وقالت الحمد لله،
هو حضرتك بتتحكي على ايه بالظبط؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ آسر مسك ايد منار وقال ممكن نهدى شوية. منار سكتت وحنان قالت وهي نازلة على السلم اهدى عندنا ضيوف. آسر بص لحنان بغضب علشان حنان تروح عندهم وتقول مين حضرتك؟ انا ولا مرة شفتك هنا، انا مدرسة الهانم منار. حنان ضحكت وقالت قلتي ايه؟ ايه يا آسر، العروسة مش بتعرف تجرى ولا تكتب ولا ايه؟ منار اتضايقت من سخرية حنان ليها، اما آسر قام وقال وايه اللي يضحك فيك ده؟ ما حضرتك طماعة وبتاعت فلوس وساكتين. منار كتمت ضحكتها بصعوبة وحنان بصت لآسر بعصبية وخدت بعضها وطلعت على فوق. اما منار خدت نفس عميق وقالت خلينا نبدأ. آسر بصلها وابتسم ومنار بصت له بنفس النظرة. وبعد مدة من الوقت المدرسة خلصت مع منار اللي طلعت على فوق عشان تفتح الباب وتلاقي آسر قاعد على الكنبة وبيتكلم مع حد في التليفون. آسر كان باين على ملامح وشه الصدمة علشان منار تقرب منه وتقول انت كويس؟ قدرنا نكتشف الحقيقة بعد تحريات كتير، ورجاء يا آسر بيه ما تعملش حاجة لحد ما نيجي. آسر أنهى المكالمة ومنار قالت على طول آسر انت كويس؟ آسر طلع من الأوضة وراح أوضة حنان اللي كانت بتكلم أمها في التليفون. طب يا ماما هكلمك بعدين. حنان أنهت المكالمة وقالت تعالى يا آسر واجفك ده ليه؟ معقول كنت سايبك تعيشي في قصري تلبسي وتاكلي وتشربي، ازاي قدرت اعملك ده؟ آسر انت بتقول ايه؟ آسر شد حنان من شعرها وقال ازاي اسيب اللي موتت امي تعيش على راحتها كده؟ حنان انصدمت حرفيا لكنها اخفت صدمتها برياكشنات عدم الفهم. آسر انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. آسر شدها من شعرها جامد وقال انا كنت عارف ان انت طماعه وكلبه فلوس وخاينه، بس ما كنتش عارف انك مجرمه كده. خاينه ومجرمه؟ آسر عيونه حمرت تماما وحنان زقته وطلعت من الأوضة على طول علشان تلاقي الشرطة في وشها. اتكلم الضابط وقال حطه في يدها الكلبشات. العسكري نفذ اللي قال عليه الضابط وآسر طلع من الأوضة وهو ماسك أداة عشان يرفعها في وش حنان ويقول أنا مش هسيب اللي خلصت على أمي. اتكلم الضابط وقال آسر نزل المسدس، آسر انت كده ممكن تتحبس. اتكلم آسر بصوت خشن وقال انت طالق بالتلاتة يا حنان، طالق بالتلاتة. حنان صرخت وقالت لا. آسر اتكلم بعدها وقال خاينة وطماعة عدتهم، بس لحد أمي هو ده اللي مش هعديه أبدا. آسر كان رايح يضغط على الزناد لكن منار منعته لما قالت أرجوك يا آسر لا أنا مقدرش أعيش من غيرك أرجوك. آسر بص المنار اللي دموعها نزلت على خدها عشان الضابط يقرب منه بهدوء وياخد اللي في إيده منه ويقوله ما تجلكش الشرطة هشوف شغلها كويس، خدوها على البوكس. وبالفعل الشرطة خدت حنان ووالدتها كمان وبكده تكون انتهت حياتهم. منار قربت من آسر وحضنته على طول وقالت كويس انك عرفتها على حقيقتها، هاني اللي استاهل لاني استحملت طمعها وخيانتها ليا. خيانتها ليك؟ آسر مسح دموعه وقال شفتها جابلك دهما واحد، حبيت اخد حقي بس بطريقة مختلفة، بس الظاهر ان كنت بتخدع كتير واني مش واخد بالي. منار بصت لآسر بحزن عشان تمر 4 سنين على الأحداث دي. خلال 4 سنين دول حنان وامها ورزق الراجل اللي تسبب في وفاة والدته اتحكم عليهم بالسجن المؤبد، وكوثر جالها كانسر. وقبل ما تروح قالت لمنار الحقيقة وقالت لها ان اهلها عايشين مش كده وبس، دي قالت لها هم مين لانهم كانوا منزلين صورة منار على التلفزيون في الوقت اللي جابها جابر فيه، فاهلها من اغنى اغنياء مصر وقدرت تعرف من امها الحقيقية انها اتخطفت وهي عندها سنة، وطبعا اللي خطفها 7 على الطريق زي ما قال جابر في الاول. كوثر راحت بعد صراع مع المرض، اما منار فرحت قوي لما اهلها طلعوا عايشين وانها مش بنت ملجأ زي ما قالت لها كوثر. الحياة اصبحت سعيدة جدا عند منار اللي عاشت مع آسر احلى ايام حياتها وجابت منه ولد وبنت في ال4 سنين دول. علشان تنتهي قصتنا على الاحداث السعيدة دي، ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.